السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع التاجز والفيرجنين الخاص بالإيميجز. لو نأتي على سبيل المثال هنا في هذه الإيميج نود، نلاحظ فيها الكثير من التاجز. التاجز هي تعبر لنا عن الفيرجنز أيضا. فمثلا لو أردنا أن نستخدم نود الفيرجن 12 فسنحتاج أن نقوم بتحديد هذا التاج هنا مثلا 12، وأيضا في الفيرجن 12 لدينا بعض الفيرجنز الأخرى المختلفة. هل مثلا نستخدم الستريتش؟ هل مثلا نستخدم 12.22؟ هل نستخدم مثلا 12.22.1 وهكذا؟ إذا نقوم هنا بتحديد ما هو الفيرجن الذي نريد أن نقوم باستخدامه للنود. هل نستخدم 12؟ هل نستخدم 14؟ هل نستخدم 16؟ طبعا عندما لا نقوم بتحديد أي فيرجن فإنه دائما يتم الاعتماد على الليتست فيرجن، يعني على آخر إصدار من هذه الإيميج. ماذا لو لم نقم باستخدام التاجز هذه؟ على سبيل المثال لدينا هنا from python، إذا هنا دائما سيتم جلب لنا آخر إصدار من هذه الإيميج python. لنفترض أننا نقوم بتشغيل هذا المشروع على بايثون الإصدار الثالث وهو يعمل بشكل جيد. مستقبلا مثلا تم إصدار بايثون الإصدار الرابع وتم أيضا عمل إيميج اعتمادا على هذا الإصدار الرابع. مثلا في هذا الإصدار الرابع هناك بعض الفيتشرز الموجودة في الإصدار الثالث تم عمل لها ديبريكيت، يعني أصبحت لا تعمل. إذا الشخص الآن الذي يريد أن يستخدم مثلا هذه الإيميج وطبعا هو مع الإصدار الرابع من بايثون، إذا هو عندما يقوم باستخدام هذه الإيميج الخاص بنا سيتم تحميل له آخر إصدار من هذه الإيميج بايثون الذي هو الإصدار الرابع على سبيل المثال. وكما قلنا مثلا هناك بعض الفيتشرز لن تعمل، وهذه الفيتشرز نحن نقوم باستخدامها في هذا المشروع، إذا سيواجه مشكلة. إذا نحن دائما يجب أن نقوم بتحديد الفيرجن الذي نقوم باستخدامه مع الايميجز أو التاج. إذا الآن عندما أقول أن بهذا الشكل هنا نحن نستخدم الفيرجن مثلا 3 من بايثون، إذا حتى لو يكون هناك إصدار جديد من بايثون 4 وتم مثلا بناء ايميج لنا اعتمادا لنا على هذا الإصدار 4 من بايثون، الشخص عندما يقوم باستخدام الايميج الخاص به دائما سنقوم بالاعتماد على الإصدار 3 لأنه هو الذي يتوافق وأيضا يضمن لي أن المشروع الخاص به هنا دائما سيعمل بالشكل المطلوب بدون أي مشاكل. نفس الشيء لو نسي هنا على النوت ديمو دوكر فايل، إذا نحن هنا نستخدم ألباين. طبعا هناك فيرجنز أخرى في الألباين. لو نسي هنا على الألباين إذا لدينا مثلا 14 ثم ماينس ثم ألباين. إذا نقوم مثلا باستخدامها، إذا نعمل هنا 14 ثم ماينس ثم ألباين بهذا الشكل. نأتي هنا نقوم بعمل docker images. نلاحظ حاليا ليس لدينا أي version أو ليس لدينا أي image خاصة بهذا المشروع، أو قبل هذا نقوم بعملها بألباين فقط بهذا الشكل لأنني أريد التطرق لنقطة معينة. إذا نعمل build. طبعا هنا ايضا ممكن نقوم بتحديد ما هو التاج او الفيرجن الذي نقوم باستخدامه. اذا كتبنا بهذا الشكل فنحن هنا نشير الى latest، او ممكن نعمل ايضا بهذا الشكل latest. اذا نحن هنا نعملها مثلا بدون latest ونعمل build لهذه الايميج. اذا سيتم انشاء لنا ايميج اعتمادا هنا على هذا الدوكر فايل واعتمادا على هذه النسخة تحديدا من النود وهي الألباين. إذا تم إنشاء لنا الإيميج، نعمل clear للترمينال ونعمل docker images. إذا نلاحظ هذه الإيميج الخاصة بنا، التاج هنا هو latest. نقوم هنا الآن مثلا باستخدام هذا الإصدار من الألباين. إذا نحن هنا نستخدم النوت والفيرجن 14، أو عفوا هذا يشير إلى إصدار النوت.
إذا لدينا هنا النوت الإصدار 14 ونستخدم الألباين. إذا نعمل build مرة أخرى ونترك نفس الاسم ونعمل build. ونلاحظ ما الذي سيحدث عندما نقوم بتنفيذ الأمر docker images. إذا تم إنشاء الإيميج نقوم بعمل clear وننفذ الأمر docker images مرة أخرى. إذا ما زال لدينا my node server alpine، لدينا هنا tag latest، لكن نلاحظ لدينا هنا هذه الإيميج هنا، هذه الإيميج هنا تم حذف لها التاج وتم حذف لها الريبوزيتوري، أصبح هنا نن وهنا نن. هنا ما الذي حدث؟ نحن قمنا بإعادة بناء نفس أو قمنا ببناء إيميج بنفس هذا الاسم الموجود هنا وبنفس التاج، بالتالي تم عمل override لهذه الإيميج بهذه الإيميج الجديدة. إذا هذه الإيميج هنا هي مبنية على هذا الإصدار هنا 14 minus alpine، بينما هنا هذه الإيميج هي مبنية فقط على الألباين. إذا ما عملنا بهذا الشكل ما الذي سيحدث؟ هذه الإيميج هي التي سيصبح لديها الريبوزيتوري والتاج وتقوم بعمل override لهذه الإيميج هنا. إذا ننتبه هنا إلى الإيميج ID حتى نعرف فعليا أنه هذا الاسم هنا my node server alpine سيصبح هنا لهذه الإيميج ID، وأيضا ال latest سيصبح هنا، وهذه الإيميج سيصبح لديها التاج نان والريبوزيتوري نان. إذا هنا يتم عمل override. إذا كان لدينا نفس الاسم أثناء عملية البيلد للإيميج فسيتم عمل override للإيميج القديمة. إذا نعمل build مرة أخرى. إذا تم البناء بسرعة كما نلاحظ لأنها أصلا موجودة. إذا نعمل docker images. إذا كما نلاحظ الآن my node server alpine أصبح لهذه الإيميج ID، إذا هي تنتهي ب 36. إذا هذه هي 36، إذا لم يتم إنشاء إيميج جديدة وإنما فقط الآن تم إعطاؤها الاسم وهو my node server alpine وأيضا التاج latest، والإيميج التي تنتهي ب 87 ستصبح، إذا هذه 87 أصبح لديها هنا التاج نان والريبوزيتوري نان. إذا هنا يتم عمل override ما بين هذين الصورتين. الآن ماذا لو أردنا أن نقوم بتحديد مثلا الفيرجنز مثل ما موجود هنا، مثلا 1.15.6 أو مثلا هنا 3.7 ألباين، كيف ممكن أن نعمل أيضا تاجز بهذا الشكل؟ سنستخدم هذا الكوماند هنا docker tag، نقوم بتحديد الإيميج التي نريد أن نقوم بعمل لها تاج، وهنا نقوم بتحديد اسم الصورة الجديدة وأيضا التاج الخاص بها. مثلا لو نأتي هنا على my node server alpine، نأتي هنا على هذه النسخة، نريد مثلا أن نقوم بإنشاء منها version 1، إذا سنعمل docker، لدينا هنا التاج، هنا نقوم بكتابة أو بتحديد اسم الإيميج، وأيضا ممكن نقوم بتحديد ما هو التاج. إذا نحن سوف نعتمد على هذه الإيميج هنا my node server alpine، والتاج سيكون لدينا latest. إذا نحن هنا نتحدث عن هذه الإيميج ونقوم بإعطائها اسم، إذا هنا ستكون لدينا إيميج جديدة تحمل هذا الاسم node API، وهنا ممكن نقوم بتحديد ما هو الفيرجن، نعملها مثلا هذا الشكل 0.1.0 مثلا، بدأنا المشروع بهذا الشكل. إذا نعمل Enter، إذا تم تنفيذ لنا الأمر بنجاح. الآن لو نعمل Docker Images، إذا نلاحظ تم إنشاء لنا إيميج جديدة لديها اسم Node API، نلاحظ لديها هنا التاج 0.1.0. إذا الآن أنا عندما أقوم باستخدام
ماي نود سيرفر الباين او اقوم باستخدام نود اي بي اي فهما نفس النتيجة، لاننا حاليا لم نقم بعمل اي تعديل بعد في هذه الايميج هنا. اذا ممكن نقوم ببناء كونتينر اعتمادا على هذه الايميج، وسيتم اعتماد لنا على الليتست، او ممكن نقوم بتحديد الفيرجن مثلا 0.1.0. الان لو نقوم بعمل هنا change، يعني مثلا نفترض فقط اننا نقوم باضافة ميزة جديدة في هذا الـ API، اذا سنقوم باضافة route جديد hello. هنا سيكون لدينا مثلا message، وهنا لدينا مثلا hello. اذا الان اصبح لدينا feature جديدة ولدينا التعديل جديد. اذا سنقوم بعمل build اولا، docker build بهذا الشكل. طبعا ستكون هي latest. اذا نعمل docker images. اذا لدينا my node server alpine، لدينا هنا latest، ولدينا هنا node API الخاص بنا. هنا نريد ايضا ان نعمل tag، مثلا نشير بان الان هذه عبارة عن version جديد يحتوي على feature جديدة. نفس الامر سنأتي على امر التاج، هنا بدلا من واحد سيكون لدينا اثنان. طبعا هذه الطريقة تسمى بالسمفر فيرجنين، ولدي فيديو في القناة يشرح لماذا او كيف نقوم بعمل increment في الاعداد هنا. فهذه لدينا نسميها بالماجور، هذه نسميها بالمينور، وهذه نسميها بالباتش. الباتش هذه اذا كان لدينا مثلا bug او issue في الابليكيشن الخاص بنا ونقوم بتعديله، فنقوم بعمل increment بمقدار واحد في هذه الخانة هنا او في هذا العدد. اذا قمنا باضافة ميزة جديدة نقوم بالتعديل هنا في الوسط، لكن هذه الميزة لا تؤثر على الـ API ككل الخاص بنا، يعني فقط ميزة جديدة يتم استخدامها. اما اذا قمنا بعمل تغيير جذري في الـ API الخاص بنا، ما هو التغيير الجذري؟ على سبيل المثال هاته هنا كانت سلاش بهذا الشكل تسمى هوم. الآن الإصدار القديم هو يتوقع مني أنني أو يتوقع أنه هناك راوت بهذا الشكل، لكن قمنا بتغييره الآن أصبح بهذا الشكل. فالشخص لو يقوم باستخدام هذا الراوت سيكون لديه مشكل. إذا نحن هنا قمنا بعمل تغيير جذري، إذا قمنا بعمل تغيير جذري سنقوم بعمل increment في هذا الزيرو الموجود هنا بمقدار واحد، وفي نفس الوقت هذا الإصدار الثاني هو الذي سيتم اعتماده كـ latest version. إذا لاحقا عندما نقوم باستخدام هذه الإيميج، إذا لم نقم بتحديد ما هو الإصدار فسوف يتم الاعتماد على الـ latest، والـ latest هو طبعا الإصدار الأخير أو الإصدار الثاني في هذه الحالة. إذا نقوم بعمل tag، نقوم بعمل docker images مرة أخرى. إذا نلاحظ لدينا هنا node API بهذا الفيرجن، ولدينا نود اي بي اي بهذا الفيرجن. اذا لو نقوم بتشغيل حاوية دوكر على هذا الفيرجن المفروض فقط سنستطيع ان نستخدم هذا الراوت، بينما لو نقوم بتشغيل حاوية دوكر اعتمادا هنا على هذه الايميج مع هذا التاج هنا 0.2.0 المفروض يمكن ايضا ان نستخدم هذا الراوت ايضا. اذا نجرب ذلك، سنعمل دوكر run، نشغل مثلا الحاوية الأولى على البورت 3000، سنستخدم النود اي بي اي وسنستخدم الفيرجن 0.1.0، ونقوم أيضا بتشغيل حاوية أخرى لكن سنستخدم الفيرجن الثاني، والبورت هنا مثلا سيكون 4000. إذا لو نأتي هنا على اللوكال هوست نأتي على 3000، إذا لدينا هنا بينج بونج. لو نجرب أننا نستخدم مثلا الراوت الجديد هلو، كما نلاحظ هو غير معرف، بينما لو نأتي هنا على الحاوية التي تشتغل على البورت 4000 والتي تعتمد على الفيرجن الثاني أين تم تعريف الراوت الجديد هلو، إذا بينج بونج هي تعمل.
وأيضا لم نأتي هنا على hello المفروض أيضا تعمل. نلاحظ لدينا هنا إذن message hello. إذن بهذا الشكل نحن نقوم بالتحكم في الفيرجنز والتاجز ونعطي تاجز للإيميجز الخاصة بنا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.